السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير. اليوم جا عندنا السي احمد. السلام عليكم. جا عندنا باش يدير سيرفيس ديال الطوموبيل ديالو. كما كتشوفوا هوندا سيفيك سبورت تورينغ، موتور 1.5 توربو. كما كتلاحظوا الاخوان، كما وصيتو انا، الزيت اولترا سينتيتيك ديال 24000 كيلومتر، ولقينا ديال 32000 كيلومتر، ولكن بوادة صغار ديال ان لتر. دوكو ما غاديش نوفرو حتى شي حاجة. من الاحسن تاخدو ديال 5 يترو، وخدا حتى الفلتر اولترا سينتيتيك موبيل وان ديال ما لقيناش ديال فرام، جبنا ديال موبيل وان. كما كتلاحظو مكتوب فيه 25000 كيلومتر دو بروتيكسيون. وهذا باش نصحتو انا بانه حيت الاخر مره كان دار فيدونج ديال 5000 كيلومتر، ما عرفتش عند من. دونك السيد اللي دار ليه 5000 كيلومتر بغاه كل شويه يجي عنده، يعني 24000 كيلومتر غادي يمشي عنده خمسه المرات يبقى يخلصو ويشد النوبه ويشد الرونديفو ويشد. المهم انا قلت ليه اجي نديرو لك زيت لونغ دوري، من الاحسن باش يتهنى. ونبداو على بركه الله نحلو الفلتر اير، نشوفوه كي داير. انتما الاخوان، انا حليت الفلتر اير، وقال لي السي احمد، قال لي بلي راه يلاه دار الفيدونج 5000 كيلومتر هادي. ومني حلينا فلتر اير، مع الاسف السيد اللي دار ليه الفيدونج، هانتوما كما كتشوفوا، هذا فلتر دار بشي 40000 كيلومتر تقريبا، دونك ما بدلوش ليه. داكشي علاش كنصحكم وكنوصيكم انه ما تيقوش في لي كاراجيست، ووقفوا على شغلكم. ودابا خصنا نبدلو فلتر اير ضروري. هما الاخوان، عاوتاني مني جينا نحلو الراكبو الماء ديال الرادياتور واش ناقص ولا ما ناقص، ها هو لقيتو في المينيموم، والغلاقات حلات معايا بزز. هذا ما يدل على انه ما من مده هذه ما تحلات. ديكو النيفو ديال الماء ديال الرادياتور كاع ما تقلب، والحمد لله اللي جانا السي احمد، راه غادي نقلبنا دابا وغادي نزيدو النيفو ديالو. اول اخوان، ادجستينا النيفو ببريستون، احسن ما كاين في الماء ديال الرادياتور. ها هو النيفو كما كتلاحظوا، ها هو طلع صافي. ودابا نسدو الغلاقة ديالنا وندوزو للزيت. السلام عليكم الاخوان، جيت نبدل الفلتر ديال الزيت ديال هوندا سيفيك. كما كتلاحظو كاين واحد الكاش موتور هنا كيكون من التحت. كتحل، خصك تحل الفيسات، ها واحد، ها جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة. ومني قبل ما نحل حتى شي حاجة، جيت لقيت مع الاسف السيد اللي دار الفيدونج المره الاخرى داز من الطريقه السهله، اللي هي حل غير هذا الفيس هذا وعوج الكاش بحال هكا باش يوصل الفلتر ديال الزيت اللي هو كاين هنا. ما عرفتش هذه الخدمه هذه، ما فهمتش انا. المهم انا عارف شكون اللي دار هذه الخدمه، وما غاديش نقول شكون. المهم هادشي كيضر في الخاطر الصراحه. وعلى الاقل صاحبي، بغيتي تعوج هذا باش توصل الفلتر ديال الزيت، على الاقل رجع هاد الفيس، رجع ركبو في بلاصتو، ما تخليش بحال هكا مدلي. هادشي راه حرام، هادشي راه ماشي تحشومه، والله الا حرام. هانتوما الاخوان، حنا كنخرجوا الزيت. انا وليت شاك في هذا السيد هذا، وكاين ما دارش احمد، ما دارش ليه الفيدونج. حيت هانتوما الزيت ها هو، يلاه ضرب به السيد 5000 كيلومتر ولا ميم با 20 يوم. شو الزيت كي خارج خاسر بزاف وكحل. ما عرفتش انا، عندي هذه كورولا مني كندير فيدونج من بعد 20000، راه كيخرج الزيت ذهبي ومايل شويه الكحوليه. مي هذا بان ليا الزيت كحل، انا على ما بان ليا هذا السيد هذا اللي كان عنده احمد ما دارش ليه الفيدونج كاع.
واكتشفت انه الفلتر ديال الزيت حتى هو ما مبدلش حيت واحد الفيس ما بغاش يتحل ديال الكارتير باش نوصل للفلتر ديال الزيت باش نبدلو حتى هو على ما بان ليا ما مبدلش بيان سير ما مبدلش هذا ما مبدلش الزيت وما مبدلش الفلتر ديال الزيت مع الاسف اش نقول حسبنا الله ونعم الوكيل هادشي اللي غادي نقول احمد دابا اكد لي انه العمليه كلها تمت في 20 دقيقه دخل لي الطوموبيل و 20 دقيقه راه غير باش وقيلا دار ليه هذاك الطابلو دبور دار ليه ميزاجور ديال راه الزيت تبدل وقيلا هذيك راه كتاخذ 5 دقائق عاد تبدل ديال الزيت وحلان ديال الكارتير ديال التحت وفلتر الزيت والبرد والماء ديال الرادياتور ناقص حرام الله الا حرام والطوموبيله صاحبي كاع ما كتستاهل شو تبارك الله الطوموبيله موديل 2021 سبور خصات زعما تعامل بحال هادي ما عرفتش علاش مهم الحمد لله اللي جا عندنا وما رجعش عنده عاوتاني باش يبدل ليه الزيت هانتوما الاخوان احنا جبدنا 5 لتر ديال الزيت كما كتلاحظوا الزيت كحل معلك مع الاسف كما قلت لكم محال واش هاد السيد هذا بدل الزيت ودار الفيدونج وتخلص وخدا 80 دولار باطل المهم كلف كرشو العافيه تلاحظوا الاخوان اضطرينا انه نعوجوا هاد الحديده هادي حيت هاد الفيس هذا لقيتهم فاري عمرو ما تحل وصلنا للفلتر الزيت ديالنا هذا هو المهم وها هو بفضل هاد الاداه غادي نحلو غير الزيار ديالو شي شويه بالطريقه هادي صافي ونجيبو البيدو ديالنا ديال الزيت ونكملو الحلان ديالو بيدينا كما كتلاحظوا انا حليت واحد شويه وخليت واحد شويه اكثر تا يخوى من الزيت اللي فيه عاد نحلو كامل وحيدنا الزيت الفلتر ديال الزيت القديم ولكن ما عنديش الخبره اني نقدر نقول هذا الفلتر تبدل ولا لا ولكن نقدر نقول هو انه فلتر ديال ما عرفتش ماركه جد رديئه اللي مساوي ما عرفتش واش 5 دولار ولا اقل مع العلم انه دابا جبنا له فلتر ها هو دو اوت بيرفورمانس شو كي داير موبيل وان ديال خدينا تقريبا شي 20 دولار غرات العاده الفلتر ديالنا كندوروه بيدينا حتى كيحبس ملي كيحبس بحال هكا عاد كنشدو اللوتي ديالنا باش نزيروه اخوان راه ديبانيت بهاد لي زاطاج هادو راه ما ديبانيت لصقت داكشي اللي قدرت عليه لصقت الكاش موتور وصيت سي احمد قلت لي المره الجايه تمشي عند شي كاراجيست كنديان تاير ولا هذا قول لهم انيليو لك هاد الكاش كاع تهنى منه ما عندوش شي دور مهم بزاف احنا الاخوان دابا غادي نديرو الزيت ديالنا على حسب ما قريت الطوموبيل كتهز 5 لتر كما كتلاحظوا الزيت ذهبيه خالصه دوريجين صناعه كنديه 100% زيرو دبليو 20 كتمشي حتى موان 40 دغري وحتى بلوس 30 دغري يعني 28 دغري 29 30 وهذا هو الجو ديال هنا ديال مونكتون هو هذا هو كما كتلاحظوا واخا مكتوب الطوموبيل كتهز 5 لتر انا غادي نخوي 4 لتر ونص باش ما يكونش سيرشارج ديال الزيت وغادي درنا امارش واحد 30 ثانيه بيد ما دار الزيت في الفلتر وهذا
ونتسناو دابا واحد 30 ثانية واحدة أخرى باش نشوفو المستوى ديال الزيت واش هو هذاك ولا خصنا نضيفو الكمية المتبقية اللي عندنا هنايا في البيدو. المهم بعد ما درنا الفيدونج راه درنا الاويل ريسيت للطابلو ما بقاش طالعة صافي و تبارك الله صوت المحرك دابا الموتور راه مرتاح عاجبو الزيت. و كنبغي نشكر سي احمد تحياتي شكرا نشوفوك مرة قادمة ان شاء الله بون كوراج سلامة مع السلامة.